هلا في عندنا مشكله بالسلندرز انه او لما نشغل لما السلندر يوصل اخر ستروك تبعه اذا تركته يكمل ايش راح يصير؟ راح يضرب ضرب شديد في اخر ستروك في نهايه الستروك فبدنا نحط شيء اسمه كوشنينج ديفايس. كوشن ايش بالعربي؟ مخده مش وساده لانه الوساده هي بيلو. الكوشن يعني زي شيء ملطف الحركه هم بيترجموه فاهمين علي؟ يعني كوشنينج شيء بلطف الحركه زي هلا هون ما بنستعمل زومبراكات شو بنستفيد؟ بنستفيد من البريشر. فشوفوا الفكره الذكيه هون في الكوشنينج ديفايس. فكره الكوشنينج ديفايس هون انه انا وانا مالي بتحرك بالحاله العاديه خلص عندي الفلو تبع الليكويد بيطلع من هون الفلويد بيطلع هون فيش ريستريكشن عليه فعماله بتحرك بهذا الشكل وبتحرك على السرعه اللي انا بدفش فيها. فاذا انا بحط هون بريشر هون البريشر عماله بدفش هذا السلندر هي ريتراكتنج مثلا هذا عم بيعمل ريتراكشن وبتحرك بالحاله العاديه بتحرك بالسرعه العاديه. هلا لو تركته بدون ما احط شيء هون السلندر رح يوصل اخر مسار له وراح يضرب ضرب هذا مش محبذ بدي احاول اخفف من هاي الحركه فبنعمل كوشنينج ديفايس. كوشنينج ديفايس ماشي بتشبه الوسادة يمكن كلمتها بس هي كوشنينج ديفايس بنلطف الحركه بالعربي ترجمته. شو بيعمل؟ بحاول يحشر الليكويد باخر ستروك بالفتره هاي اللي بده يتباطأ فيها. الفتره اللي بده يتباطأ فيها بده يحاول يحصر الفلويد هون في منطقه معينه بحيث انه الفلو يصير صعب ويرتفع البريشر تبع الفلويد. لما يرتفع البريشر تبع الفلويد بصير يقاوم ويعمل ديسلريشن تباطؤ لهذا الجزء الموجود هون. شوفوا كيف بصير هون. في عندي هاي اسمها الكوشنينج ديفايس. هاي القطعه الناتئه اللي موجوده هون هي كوشنينج ديفايس. الكوشنينج ديفايس بقابلها في عند المنطقه هاي هذا الدايمتر تبعه مساوي تماما للدايمتر هذا. ولاحظوا كمان عاملين هون ايش بنسميها بالانجليزي هاي تيبرنج كذا. تعمل تيبرنج بحيث انه اذا في شويه ميس الاينمنت تدخل بالشكل الصحيح تعمل الاينمنت لنفسها وتدخل من هون. في اللحظه النهائيه القطعه بدل تدخل من هون هذا صار محشور المسار فبطل هون سهل انه يطلع من هون الفلويد. وين المسار اللي بده يطلع منه؟ في له مسارين بس المسار هذا مسكر لانه في تشيك فالف، والتشيك فالف ما بتفتح الا اذا البريشر جاي من هون، مش اذا البريشر جاي من هون، وفي لها هدف هذا، بس هاي رح تكون مسكره في حاله الريتراكشن، وين ضل عندي؟ ضل عندي هذا المسار، هذا المسار بتعاير، هذا عباره عن تشيك فالف، اورفيس. شيء ايش سميتوها انتم بالمختبر؟ اورفيس. الاورفيس هون بقدر اعيرها، فلما وصلت هون وسكرت في الفتره هاي اللي ضايره هون فتره الكوشنينج هاي الفلويد راح يمر من هون بس راح يمر بفلو ضعيف جدا يعني الفلو قليل جدا. ايش راح يبدا يصير في البريشر هون؟ راح يرتفع. لما يرتفع البريشر من هون راح يبدا يخلي هذا السلندر يتباطأ لمسافه معينه لحد ما توصل بالاخر سرعته هون تقريبا زيرو. فراح نفترض انه هو يتباطأ فهي اللي صار هون. هذه هون الكاب سكرت صار الفلويد يمر من هون. لما الفلويد صار يمر من هون في ريستريكشن على الفلو ارتفع البريشر. البريشر ضغط السلندر فخلاه يتباطأ في اخر مرحله من المراحل هذه. طيب لما بده رد هلا ادفش واعمل له اكستنشن هذه غير كافيه انه يمر منها الفلويد، ايش بصير؟ تفتح التشيك فالف، فالتشيك فالف هاي معموله لسبب، عشان بس خلصت وبدي ارد اعكس الاتجاه بحط بريشر من هون، فيش فلو من هون، الفلو محصور جدا من هون، لكن الفلو بيفتح هذا بيفتح عادي وبدخل البريشر من هون تفتح التشيك فالف، فلما برجع بهذا الاتجاه ما في عندي مشكله، بس وانا جاي بهذا الاتجاه رح تشتغل هيك كوشنينج ديفايس وتهدي السرعه. ورح نفترض انه هون التباطؤ رح يصير بكونستنت اكسلريشن. هذا الافتراض. فالافتراض انه عندي هاي هون التايم هاي في اوف تي احنا ماشيين في اللحظه اللي بدات فيها الكوشنينج ديفايس تشتغل قديش الاكسلريشن خلال الفتره هاي؟ قديش الاكسلريشن خلال الفتره الاولى هون؟ قديش الاكسلريشن خلال الفتره هاي؟ كونستنت. يعني انا قصدي بس انه الفكره فيه انه هذا كونستنت. ليش؟ لانه هذا السلوب كونستنت. ايش القانون اللي بقدر اطبقه على المنطقه هاي؟ في سكوير ماينس يو سكوير تساوي 2 اي اس. مضبوط. ايش هاي المعادله؟ ايش بتقول؟ السرعه النهائيه ناقص السرعه الجدائيه. طبعا هم هذول معكوسين هذا بتساوي الاكسلريشن في ديسبيسمنت. اوكي مضبوط. هاي متذكرين المعادله اخذتوها؟ اوكي هاي المعادله بطبقها وهاي مبنيه على اساس كونستنت فايه لازم تكون هون كونستنت. واحدة من هدول هي الانيشال واحدة الفاينل هاي فاينل هاي انيشال وهاي ديسبيسمنت او الديستنس اللي قطعتها من الارض. نعم.